أعلنت مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل عن تلقي 3 رواد أعمال من قطاع الرياضة فرصا لتنمية مشاريعهم بقيمة 50,000 دولار أمريكي لتعزيز نمو أعمالهم التجارية. جاء ذلك في الحلقة الثالثة من برنامج بيبان الذي ضم في حلقاته السابقة العديد من المشاريع المختلفة الواعدة. خلونا نشوف محاولتهم في إقناع المستثمرين. تستمر مشاريع الأمل وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل بدعم المشاريع والمبادرات الشبابية والاستثمار في أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى عالم الاقتصاد وإطلاق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح والاستمرارية من خلال عدة قنوات، ويأتي برنامج بيبان كمختصر طريق لرواد الأعمال المبدعين. خلال الحلقة الثالثة من برنامج بيبان والتي اختصت بالقطاع الرياضي، حصل مشروع أنكلوس وهو علامة تجارية للملابس الرياضية النسائية ذات الجودة الرفيعة على عرض لشراء 1000 قطعة من ملابس العلامة. كما تلقت العلامة التجارية فرصة مقدمة من مشاريع الأمل للحصول على عربة مجهزة لعرض منتجات العلامة التجارية بشكل متنقل، وذلك بالتعاون مع شركة It's on Wheels المختصة بإعداد وتجهيز العربات المتنقلة. السلام عليكم. واستضافت الحلقة أيضا مشروع باسبولاب وهو مختبر مختص بتطوير الأداء الرياضي، كما استضافت مشروع مركز رايد والذي يعد مركزا مختصا برياضة ركوب الدراجات الهوائية والجري في المساحات الداخلية. وحصل مركز رايد على فرصة تسويقية رقمية عبر لوحات إعلانية كائنة في مواقع رئيسية وهي تابعة لشركة جولف ميديا انترناشنال، كما وتلقى مركز باسبولاب عرضا للتعاون مع أحد الشركات التي يمتلكها المستثمر فارس الكوهجي في مجال الأغذية الصحية، بما في ذلك فرصة للمشاركة في منافسات تمرين F45. وحصل باسبولاب أيضا على خدمات العلاقات العامة والاتصال من شركة تراكس. البحريني يعطيني تقريبا 7%. آراء ونصائح قيمة وفرص يحصل عليها رواد الأعمال من قبل المستثمرين خلال هذا البرنامج بهدف دعم الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال المحليين الطموحين من خلال تقديم الخبرات والتمويل لتنمية وتطوير مشاريعهم الريادية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.